بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما السماء. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين.
جهنم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ولقد آتينا بني إسرائيل
إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وإن الظالمين بعضهم أولياء والله ولي المتقين والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ساء ما يحكمون
وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وقسم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وقسم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ألا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وما لهم بذلك من علم وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ما كان حجتهم إلا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة
لا ريب فيه ثم أجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إنا كنا نستنسخ ما كنتم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين فاستكبرتم وكنتم قوما وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها ساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا
سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله الكبرياء